فكانت مخاربتنا هي تقصيد هذا الخطاب الحقوقي، انه عوض ان نكتب تقرير عن واقع الحريات في تونس او عن ان نقوم بوضع قائمه للمسجين السياسيين او الناس التي كانت تعاني من التعذيب والتهميش بعد خروجهم من السجن في تونس، كنا نحفظ مثلا وضع قائمه بالصور والشهادات المصوره والفيديو على خريطه جوجل ايرث مثلا، وان نوفر بشكل تفاعلي مع الانترنت التونسي ان نسهل الوصول الى المعلومات الحقوقيه بدون الحاجه الى قراءه تقرير مطول من هيومن رايتس واتش ولا من امنستي انترناشونال ولا من الرابطه التونسيه لحقوق الانسان. كانت هذه هي الاستراتيجيه الاولى، استراتيجيه تسييس الانترنت التونسي من دون استعمال اللغه الحقوقيه والسياسيه التي كانت تستعملها المجتمع المدني والاحزاب السياسيه انذاك. الاستراتيجيه الثانيه في مساله تسييس الانترنت التونسي هي استعمال الكاريكاتير، استعمال الكرتونز، استعمال الفيديو، استعمال بودكاست، استعمال كل هذه التقنيات التي اتى بها الانترنت. وكانت ملاحظه هنا حماد الرئيس يتحدث عن الخاص والعام في مساله الانترنت، انه الانترنت الثوره الكبيره التي حققها والتي اكثر الناس مش واعيه فيها هو الخلط بين البث والاتصال، انه البث تقليديا كان ياتي من الواحد للمجموعه يعني. الاتصال كان قوامه اتصال بين شخصين، يعني شخص يتصل بالاخر عن طريق الهاتف، شخص يتصل بالاخر عن طريق الفاكس، عن طريق التلاكس الى اخره. الانترنت خلط المساله هذه الكل، عمل الثوره انه الاتصال صار بث والبث اصبح اتصالا. هذه الثوره التكنولوجيه التي حدثتها الانترنت سمحت لشخص معين لبلوجر ولا لسيبر اكتيفيست انه يبعث تحديث على تويتر او على فيسبوك. عاده التحديثه هذه هي تحمل ميزه الاتصال، لانه في نواياه هو انه يتصل مع صديق او على تويتر او على فيسبوك، لكن في نفس الوقت الاتصال هذا تحول الى بث، تحول فيديو ينزله مثلا شقيق محمد العزيزي في سيدي بوزيد، صارت عمليه بث انه الرساله وصلت الى ملايين من المبحرين في الانترنت التونسي. الوعي في مساله الثوره الرقميه التي احدثها الانترنت يرافقه ايضا وعي اخر في مساله انه الانترنت مش هو اللي عمل الثوره، بل الجزء غير قابل للمراقبه والحجب هو اللي عمل الثوره. مثل مثلا تقنيات الطباعة جيتنبرغ في القرون الوسطى في اوروبا، معناتها تقنيه الطباعه مش هي اللي احدثت الثوره ومش هي اللي احدثت عصر الانوار، بل الجزء الغير مراقب، الجزء الذي يخرج عن سيطره الكنيسه ويخرج عن سيطره الارستقراطيه هو اللي تمكن من احداث فكر الانوار، ان الطباعه لم تعد حكرا على طبقه دينيه او طبقه سياسيه معينه. هذا يتطبق على الانترنت، الجزء الغير قابل للاحتواء، الجزء الغير قابل للتسجيل والمراقبه والذي لا يخضع الى السيطره الحكوميه هو الذي قادر ان يعمل ثوره على الاقل في مساله تعامل المواطن التونسي مع تسييس الانترنت. لماذا صار فيسبوك هذا الفضاء الذي سيس المعلومه في تونس؟ لانه صار كان في عمل عقد كامل من العمل من طرف ناشطي الانترنت سيس المعلومه. دور نواة كبير صغير هذا دور المؤرخين مش يقولوه، لكن كانت استراتيجيتنا كما قلت تراهن على مسألة الجزء غير مراقب من الإنترنت والغير خاضع للسيطرة والتدين من طرف أسطوانة الدعاية. استراتيجية اللغة كما قلت الخروج من مسألة اللغة الخسوفية واستعمال الصورة والفيديو والكرتون عوض النص المطول والخشبي نوعا ما في قواعد اللغوية. المسألة الأخرى كنا مثلا ثلاثة أسابيع قبل الثورة كانت عندنا بارتنريا يعني رسمي مع ويكيليكس، جوني أسانس صديق شخصي يعني تعرفت عليه، كنت لجنة سياسية معيش برا دونك نعرف جوني أسانس برشا، كان أعطاني ملفات تونس وسميناها وقتها ويكيليكس، نزلناها ثلاثة أسابيع قبل الثورة، نزلناها 28 نوفمبر 2010. طبعا تنزيلها جاء في سياق ان وصلوا خطاب للقوى المعارضه ان الغرب او امريكا بالتحديد لم تعد تراهن على النظام التونسي باعتبار ان النظام التونسي
رغم صورة التنمية اللي كانت نشأت فيها وكالة روسية للاتصال الخارجي وأبواب الدعاية مثل مسيس والأبواب الرسمية مثل مرجان وغيره اللي كانوا يدافعوا على الآلة القمعية اللي كان علي، تمكنا من إخراج بيليكس. أساليب التقنية اللي استعملناها أساليب عصية على الحجم، استعملنا سيرفر بتاع جوجل، وأجبرنا الوكالة التونسية للإنترنت أو عمار 404 أنه من أجل حجب ويكيليك لابد من حجب خدمات جوجل، وهذا اللي صار. يعني بعد أسبوع من محاولات لحجب موقع بيليكس اضطروا إلى حجب كثير من الخدمات من خدمات جوجل، وحرموا التوانسة من الدخول إلى جوجل سيرش أو إلى أب إنجن وأب سبوت إلى غيره. فكانت مراهنة أنه سميوها ديلاما أكشن، أنه يعني نفرض على المراقب وعلى الحاجب انه كلفة حجب موقع معين هي كلفة غالية، مش فقط تحجب فيسبوك تعدى معك، حتى تحجب كينيليكس تحجب معها خدمات اخرى من خدمات جوجل. طبعا جاءت الثورة، كما قلت تأسيس الانترنت كان مر بعقد كامل من عمل قام به مجموعة قليلة من المدونين والنشطاء الانترنت من الداخل والخارج. دور الدياسبورا كان كبير جدا في الانترنت التونسي، نظرا لأن السيرفر وكثير من المواقع اللي كانت تنشر المعلومة السياسية والمعلومة المعارضة لنظام بن علي كانت تدار من الخارج التونسي باتصال مع الداخل اللي كان يمدنا بالتقارير والمعلومات عن الوضع الحقوقي والسياسي. فيسبوك بطبيعة الفضاء مغلق. فيسبوك لو كنا نلاحظ خلال الثورة تقريب كل الفيديوهات اللي كانت تنشر على الفيسبوك كانت تنشر بلغة تونسية، تنشر بلهجة تونسية، أحيانا تنشر بلهجة تونسية تستعمل الحروف اللاتينية. فلاحظنا أنه من أجل إيصال المعلومة كان رهاننا أنه ليس تنظيم التظاهرات في تونس، هذه يقوم بها الناس في الداخل، عندهم علاقات مع التجنسية مع قوة نقابية إلى آخره، هذه لا المحامين والحكام اللي لعبوا دور أساسي على الثورة. رهاننا كان إيصال المعلومة إلى خارج تونس، أنه في نظرية نظريات تغيير الأنظمة بالأساليب الغير عنيفة كل نظام واقف على أعمدة، رأينا أنه من أهم الأعمدة التي يقف عليها النظام التونسي هي المساندة الخارجية، ومن أجل كسر عمود المساندة الخارجية يجب تقعيد الزخم الإعلامي للمساندة الخارجية، بالتالي يجب ترجمة ما ينشر على الفيسبوك التونسي إلى الفرنسية إلى الإنجليزية إلى لغات أخرى، بالتالي يجب إخراج المعلومة من الفيسبوك التونسي، إخراج الفيديو من الفيسبوك التونسي، وضعه على فضاء مفتوح يمكن لأي كان من الصحفيين العالميين من فهمه من التعامل مع المعلومة بشكل صحفي محترف. وكان دور نواة المسألة هذه هو لا كونتكستواليزاسيون تاع المعلومة اللي تخرج من الإنترنت التونسي، ترجمتها إلى لغات مختلفة، الاتصال بالجزيرة، الاتصال في صحف عالمية أخرى، عالمية عندها موقع إعلامي من أجل نشر المعلومة وإيصالها للعالم، وإيصال صوت تونس إلى العالم بلغات مختلفة، مش فقط اللغة الفرنسية التي راهن عليها المجتمع الأهلي التونسي خلال عقود وأثبتت عدم جدواها، كانت الآن على اللغة العربية وعلى اللغة الإنجليزية نظرا إلى عولميتها، ونظرا لأن الواقع الفرنسي في تشعبات سياسية